بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة، يطيب لي في مستهل كلمتي أن أعرب عن جزيل شكري وامتناني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة وللشعب المملكة العربية السعودية لما لمسناه من استقبال وحسن تنظيم والوفادة. إن التطورات الاقتصادية والسياسية المتسارعة في عالمنا اليوم تتطلب منا مرونة أكثر في تحديد مفهوم الشراكات الاقتصادية والابتعاد عن القوالب التقليدية الجامدة التي حكمت العلاقات السياسية والاقتصادية لبلداننا منذ منتصف القرن الماضي، خصوصاً في ضوء ما توليه جمهورية الصين الشعبية من أهمية لعلاقاتها بالعالم العربي وما نتج عن هذا التوجه من تطور في العلاقات العربية الصينية منذ مؤتمر التعاون العربي الصيني عام 2004، حيث أصبحت الدول العربية الشريك الاقتصادي السابع للصين من حيث حجم التبادل التجاري والمورد الأول للنفط الخام للاقتصاد الصيني الذي حقق قفزات واسعة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي وأصبح مثالاً يحتذى به ومحركاً أساسياً للاقتصاد العالمي. أيها السيدات والسادة، إن عقد هذه القمة في مكانها وزمانها المناسبين سيكون علامة فارقة ومحطة تاريخية عن طريق تعزيز العلاقات الصينية ببلداننا العربية. هذه العلاقة التي بنيت على أساس احترام سيادة الدول والمصالح المشتركة واحترام خيارات الشعوب، وما زالت هذه المبادئ محل التزام واحترام من قبل الجمهورية الصينية والبلدان العربية المنخرطة في هذه الشراكة منذ انطلاقها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن بلدي ليبيا من البلدان التي ربطتها علاقات ثابتة بجمهورية الصين الشعبية، تأسست على موقف الصين الداعم لاستقلال الدولة الليبية عام 1951 والتزام ليبيا بمبدأ الصين الواحد، وكذلك على علاقة اقتصادية مميزة نمت بمعدل سنوي يفوق 17% في الفترة من 1995 حتى 2020. تأسيساً على ذلك، فإننا نطمح إلى أن تلعب الصين الدور الذي يناسب ثقلها الدولي ويناسب أهمية العلاقات بين البلدين من أجل استقرار ليبيا وضمان استقلالها ووحدة أراضيها، الأمر الذي سيؤدي إلى ما نطمح إليه: دوران عجلة التنمية وعودة الشركات الصينية إلى العمل في مشاريع البنية التحتية والتطور العمراني التي انطلقت عام 2010 وتوقفت بسبب التغير السياسي وحالة عدم الاستقرار التي ما زالت تشهدها البلاد. إن دولة ليبيا احتفلت منذ أيام بالقضاء على الإرهاب والجماعات المتطرفة وتمكنت من تحقيق الأمن والاستقرار وانعكس ذلك إيجابياً على استئناف إنتاج النفط والغاز بطاقته الطبيعية، وهذا الذي شجع العديد من الشركات الأجنبية من مزاولة نشاطها في هذا القطاع. ومن هذا الصدد ندعم ونشجع العمل المشترك للقضاء على بؤر الإرهاب والتطرف أينما وجد، وهو ما استطاعت بلادي تحقيقه من خلال تلاحم كل الليبيين للقضاء على هذه الظاهرة. ختاماً، إن بلد ليبيا سوف تحتفل بعد أيام قلائل بعيد استقلالها 71 في أجواء يملأها الترقب والأمل في أن تنجح جهودنا في المصالحة وبناء الثقة بين الأطراف السياسية ومكونات الشعب الليبي من أجل الخروج بالبلاد من أزمتها السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية وانتقال سلمي للسلطة من خلال انتخابات رئاسية
ونيابية نزيهة وشفافة يقبل بنتائجها أبناء الشعب الليبي كافة. وأنا في هذا الصدد نتوقع أعلى درجات المؤازرة والدعم لجهود المجلس الرئاسي من قبل الأشقاء العرب وجمهورية الصين الشعبية لتحقيق هذا الهدف في أقرب أجل ممكن. تقبلوا شكري وامتناني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.